غير هما الناس اللي عندهم الروتور تكنو كولور ديال اتصالات المغرب عندكم اكبر تخربيقه في العالم. بدلوا هذاك الروتور وتتشكاو من الكونيكسيون عيانه. راه هذاك الروتور ماشي غير يحيد لكم هذيك ماشي يقل لكم هذيك الكونيكسيون، هي اصلا ثقيله ويزيد يكملها لكم. اه والله ما روتور ما توزع هذاك تكنو، راه التخربيق هذاك ما عرفتش قشوش عاشوره، اقسم بالله الا قشوش تعطوكم قشوش عاشوره. وحشومه على شركه اتصالات المغرب تبدا تعطي بحال هذوك لي روتور، تعطي الخرده. عطيو الناس روتور مزيان اصاحبي، عطيو الناس روتور مزيان. حشومه كتعطيهم هذاك الروتور، هذاك تتسميه روتور منيتكم، تعطيهم هذاك الروتور وتتقولوا ليه روتور. وتتاخذوا زباله ديال الفلوس يا خويا، راه تياكلوا زباله ديال الفلوس، زبابل ديال الفلوس يدخلوا. شي الراسماليه البشعه هي هادي. عطيو الناس روتور مزيان اصاحبي، كتعطيهم هذوك الروتورات لا حول ولا قوه، حشومه وحق الرب. قشاوش عاشوره تعطي السيد تاعكم زباله الفلوس في العام كتاخذ. شكون شكون كاين اللي مشترك معكم 4 سنين وخمس سنين وعطينو روتور حشومه تقال عليه تا روتور؟ قشاوش عاشوره والله الا قشاوش عاشوره. ورا الاشاره الاخوان، راه الكونيكسيون السبب الكبير فيها، ماشي السبب الكبير ولكن واحد الجزء كبير من سباب الكونيكسيون كتكون عيانه في الدار هي الروتور. راه الا كانت عندك كونيكسيون عيانه في الدار راه يقدر يكون هذاك الروتور هو السبب. يعني الاخوان اللي كيخدموا بهذاك التكنو كولور راه اكبر تخربيق. بدلوا الروتور الاخوان، واش درتي الكونيكسيون خلصتيها؟ ايوا عاوتاني صبر على راسك وزيد روتور وصافي، ما عندك ما دير، شري كاع من القديم وهذا اضعف الايمان.